نشرة أخبار الظهيرة، مرحبا بكم. مرحبا بحضراتكم، وإلى تفاصيل النشرة. بدأت اليوم أعمال موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل، وسيكون القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وهي خدمة مجانية وفقا لما أعلنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. هذا وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة، كما سيتم فتح المعامل بالجامعات اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. كما يمكن للطلاب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بشبكة الإنترنت خارج الجامعات. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت 9 مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023، وهو أكبر دخل تحققه القناة في تاريخها. وأوضح ربيع في حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت 35% عن السنوات السابقة، مرجعا ذلك لعدة أسباب، منها حفر قناة السويس الجديدة وزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة. وأشار ربيع إلى أنه تم أيضا استحداث خدمات عملت على جذب عملاء جدد للقناة، منها تموين السفن وخدمة الإسعاف وخدمات الإصلاح والصيانة داخل الترسانات التابعة للهيئة في السويس وبورسعيد. على صعيد آخر، تفقد رئيس هيئة قناة السويس شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة. وحرص الفريق ربيع خلال جولته على الاطمئنان على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى التي تشمل 49 شريحة بإجمالي 392 حوضا. كما تابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية. وأشاد الفريق ربيع بحصول شركة قناة السويس للاستزراع المائي على أعلى الشهادات المعتمدة دوليا في إطار الامتثال إلى معايير السلامة الغذائية والبيئية. تستضيف مدينة جدة السعودية اليوم اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن مبعوثها الخاص لشؤون أوراسيا سيشارك في محادثات جدة، وأبدت بكين استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية سياسيا. ومن المتوقع أن تشارك 40 دولة في محادثات جدة وسط غياب روسيا عنها. ميدانيا، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت المنطقة 52 مرة خلال الساعات 24 الماضية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة إن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها المنطقة المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات مقاتلة. وأضاف أن قوات موسكو استهدفت مناطق سكنية في خرسون ب 271 قذيفة. يتوجه سامح شكري وزير الخارجية غدا إلى العاصمة التشادية للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت منتصف الشهر الماضي بالقاهرة. جاء ذلك في تصريح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي أوضح أن وزراء خارجية دول الجوار سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكافة أبعادها الأمنية السياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أن بلاده ستوقف مؤقتا بعض المساعدات الخارجية المخصصة للنيجر، موضحا أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية. من جانبها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم إكواس وضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن كيفية وموعد نشر القوات. جاء هذا في ختام اجتماع عقد في أبوجا ضم رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالمجموعة. وصرح مفوض الشؤون السياسية في إكواس بأن المجموعة لن تكشف متى وأين سيكون التدخل العسكري، مضيفا أن القرار سيتخذه رؤساء الدول. أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهرة، ثاني أكبر منطقة في البلاد، بين الجيش وميليشيا محلية. يأتي ذلك بعد أن طلبت حكومة أمهرة مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام. هذا ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ، لم يذكر ما إذا كانت حالة الطوارئ ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد. ألقت شرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في منزله بمدينة لاهور شرق البلاد. جاء ذلك عقب صدور حكم قضائي بالسجن 3 سنوات على عمران خان لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني. ومن المرجح أن تؤدي إدانة رئيس الوزراء السابق في هذه القضية إلى منعه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها بعد نحو 3 أشهر. أعلنت الشرطة الهندية مقتل 3 جنود في مواجهات مع عناصر مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. جاء الحادث متزامنا مع الذكرى السنوية لقرار نيودلهي في عام 2019 بإلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة في جامو وكشمير. ومنذ مطلع العام الجاري أدت المواجهات التي شهدتها المنطقة إلى مقتل 63 شخصا على الأقل، بينهم 9 مدنيين و16 من عناصر القوات الهندية، فضلا عن مقتل 38 من الجهات المسلحة. ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات إقليم سانتياغو ديل إسترو في الأرجنتين. وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن الزلزال كان على عمق 620 كيلومترا. هذا ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول هذا الشأن. مرحبا بحضراتكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم أكثر من 15 مليون خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك منذ انطلاقها في 25 من يونيو الماضي وحتى الآن. وأوضحت وزارة الصحة أن الحملة قدمت قرابة 467 ألف خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، وأكثر من 133 ألف خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة. كما أكدت وزارة الصحة تقديم قرابة 1.5 مليون خدمة طبية ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاختلال الكلوي، مشيرة إلى أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ أكثر من 2 مليون منتفعة، بينما بلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات أكثر من 2 مليون زيارة، وبلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية قرابة 6 ملايين طفل. نظمت جمعية تشوهات العمود الفقري المؤتمر العلمي 7 الذي يهدف إلى طرح أساليب مستحدثة لعلاج الكسور المضاعفة للعمود الفقري وتشوهات وأساليب مستحدثة لعلاج تلك التشوهات عند الأطفال بدون جراحة. يأتي ذلك في إطار التعرف على أحدث التقنيات العلاجية والأبحاث العلمية في هذا المجال. في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء للتعرف على أحدث التقنيات والأبحاث العالمية في مجال علاج تشوهات العمود الفقري والعظام، كشف الأطباء المختصون خلال المؤتمر العلمي 7 لجمعية تشوهات العمود الفقري عن أساليب مستحدثة للتشخيص والعلاج. بنعلم أو بندرس تشوهات العمود الفقري من الألف إلى الياء، ابتداء من أسبابها، أنواعها، طريقة تشخيصها، طريقة علاجها، الى ان المشتركين في المؤتمر عندهم فرصه ان يحضروا عمليات. احنا عندنا
تقريبا 10 عمليات لشوات العمود الفقري هتبقى موجودة أثناء المؤتمر. بنبث العمليات دي أثناء المؤتمر، المشتركين بيبقى عندهم فرصة ان هم يا اما يساعدونا في العملية يا اما وهم حاضرين في القاعة بأكنهم حاضرين في العملية. في عندنا تقنيات موجودة حاليا اللي هي اللي بتحدد الاتجاهات واثناء الجراحة، ان الواحد بيبقى بتصور المريض اثناء العملية وتقول له اتجاه المسامير ازاي عشان يبعد عن الحاجات اللي ممكن تأذي المريض. العيانين عندهم تشوهات في العمود الفقري، كنا المفروض ان احنا بنركب عمدان ومشابك زي بالظبط تقويم الاسنان. الجديد ان احنا نصلح العمود الفقري من غير ما نركب المشابك او من غير ما نعمل تثبيت. في جراحه من الامام بتتعمل حاليا من احنا نركب مسامير معينه بسلك، ودي مش لتثبيت الفقرات بدون لحام. في انواع من التثبيت، تثبيت باللحام وتثبيت من غير لحام. النوع ده بيتعمل من غير لحام، دي تقنيه لسه بقالها جديده في العالم. احنا بنتكلم عن كل حاجه بتخص العمود الفقري، مثلا قياس العصب اثناء الجراحه، ودي من الحاجات المتطلبات في اي عمليه جراحه عمود فقري لازم يكون الجهاز ده موجود. الجراحه بتكون امنه لما بنعمل كده، وبصراحه ما بتكونش امنه لو ما استعملناش الجهاز ده. اول كل نثبت العمود الفقري كامل من فوق لتحت. الحين في جزء يقولون بس صوب واحد نعدل، في ناس يقولون بس نحط اثنين برغي فوق اثنين برغي تحت ونحط المجنت. فهذه كلها تغييرات جديده يعني ما كانت موجوده قبل. اول كله كلاسيك، تعمل تمزق الظهر من فوق لتحت وتحط براغي فوق وتحت، الحين لا. كما تم خلال فعاليات المؤتمر التعرف على أساليب جديدة لعلاج تشوهات العمود الفقري عند الأطفال بدون أي مضاعفات، وكيفية استخدام الروبوت الآلي في جراحة تشوهات العمود الفقري. الأطفال صغار السن اللي لسه عندهم قابلية للنمو وإن هم ممكن يطولوا، اللي بنعمله لهم دلوقتي في طرق حديثة في استعمال بعض الدعامات ممكن نستعملها، في طرق جديدة في استعمال الجبس حتى للأطفال الصغيرين خالص، وفي وسائل جراحية لو فشلت عملية الجبس أو استخدام الدعامات إن احنا بنحط مسامير وأعمدة بطريقة معينة، ما بنعملش لحام في الفقرات، العكس احنا بندي فرصة إن المريض ده يطول لوحده. على سبيل المثال في مثلا عمود ممكن يتحط في مجال مغناطيسي عن طريق استخدام مغناطيس من بره عبر الجلد، نقدر نطول المريض ده. ليبيكال كنترول سيستم ده طريقه يعني جديده جدا بتسمح ان احنا نقدر نعدل الاعوجاج اللي في العمود الفقري، في نفس الوقت بنسيب العمود الفقري يطول مع النمو الطبيعي بتاع الطفل، ودي احدث حاجه موجوده دلوقتي في العالم في تشوهات العمود الفقري في الأطفال. أبحاث وتقنيات مستحدثة كشف عنها المؤتمر في علاج تشوهات العمود الفقري، والتي ستعطي طفرة نوعية وتعد أملا جديدا في العلاج. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وصلنا وحضرتكم إلى ختام نشرة الظهيرة، وفي تمام الثانية بتوقيت القاهرة نأتيكم بخدمة إخبارية جديدة. مسبيرو دوت إي جي فيه المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.